اعترض بعض الأمراء والملوك على الاستعانة بالمرابطين، وقالوا إنهم إذا جاءوا إلى الأندلس فسيأخذون منا الملك. فقال المعتمد: إن أخذه يوسف والمرابطون خير من أن يأخذه ألفونس. حتى أن ابن المعتمد ابن عباد كان ضد الاستعانة بالمرابطين وحذر من ذلك، فقال المعتمد مقولته الشهيرة: لأن أرعى الجمال في الصحراء خير من أن أرعى الخنازير في قشتالة. ولا يقال في التاريخ إن المعتمد قد جعل الأندلس دار كفر بعد أن كانت دار إسلام.